خبر آخر، 4 مصريين ضمن ضحايا انفجار مصنع السيراميك. كشف مساعد وزير الخارجية المصرية بشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفير ياسر محمود هاشم عن مصرع 4 مصريين في حادثة انفجار مصنع السيراميك بمدينة الخرطوم بحري في السودان يوم الثلاثاء الماضي. وأوضح هاشم أن الحادثة وقعت أثناء شحن مستودعات الغاز المسال بالمصنع، وهو مما أدى إلى انفجار هائل وأدى بحياة ما يزيد على الأقل 20 شخص من جنسيات مختلفة. وأضاف مساعد وزير الخارجية في بيان صدر يوم الجمعة أن السفير حسام عيسى سفير مصر بالخرطوم تواصل فور وقوع الحادثة مع مدير المصنع السوداني والمسؤولين السودانيين، لافتا إلى أن الجهود تتوالى واتصالات السفارة المصرية بجميع الجهات السودانية المعنية بعد تأكد مصرع 4 مصريين لضمان سرعة نقل جثامينهم إلى أرض الوطن بعد استيفاء الإجراءات القانونية ذات الصلة. ومن جهتها تقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا 4 في مصابهم الألم. إحنا طبعا بنترحم على كل شهداء هذا الحادث، وبنرجع تاني خطوة لواحدة من الحاجات المهمة تعزيز السلامة الأمنية في كل مؤسساتنا وقطاعاتنا الخاصة والعامة. خالص التعازي لأسر الضحايا من السودانيين ومن الأجانب وتحديدا من الشقيقة مصر، وهم 4 بالإضافة إلى دولة الهند، هناك عدد كبير من الهنود أيضا راحوا ضحايا في الحادث، بالإضافة إلى الجرحى، عدد كبير أيضا من الجرحى السودانيين وجرحى أجانب، نتمنى لهم عاجل الشفاء، هم الآن في المستشفيات يتلقون العلاج. هذا حادث حزين، وكان يوما حزينا، نتمنى عاجل الشفاء للجرحى الموجودين الآن في المستشفيات. الحادث يدق ناقوس الخطر لأهمية المراجعة وأهمية الانتباه إلى إجراءات السلامة في جميع المصانع العاملة بالغاز المسال والمواد التي تؤدي إلى الحريق السريع. هذه محتاجة إلى إجراءات أمنية. إجراءات سريعة جدا للمراجعة حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المأساوي. نحمد للوزارة وزارة لمجلس الوزراء انه شكل لجنة سريعة للتحقيق في هذا الحادث، ولا بد من تقوية إجراءات السلامة في جميع مؤسساتنا. نعم.